السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوة الكرام، اليوم موضوع جديد كالعادة نطرق فيه لرب الجزائر اللي كان يقول أنا رب الجزائر. هذا رب الجزائر هو قائد الحرب العرقية التي قتل فيها آلاف عرب، وفي صراري يعني تفهموا كل شيء اللي راني رافقها مع الموضوع. وراه عميل فرنسا الأول، يقول بصريح العبارة: لقد عرضت على زروال كرسي الرئاسة بشرط إقالة القايد صالح. فعلا هذه ما انكرهاش هو، وتعيين السعيد باي أحد جنرالات الطائفة الخبيثة نائب وزير الدفاع، لكن زروال رفض ذلك وأخلط كل شيء. هل فهمتم لماذا يقول قايد صالح ديجاج؟ هل فهمتم لماذا الزواف يقولوا القايد صالح ديجاج؟ عندما قلت لكم أن أزلام التوفيق هم من يخرجون، هذا اللي راهم اللي يخرجوا في المسيرات وفي في 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 الاحتجاجات في الوطن، ويقولوا ديجاج ودي والجيش خاين والقايد خاين، راهم هادو كاع أزلام التوفيق. كل جمعة مطالبين بتفكيك الجيش وبتنحية القيادة والطعن في وطنية القيادة العليا للمؤسسة العسكرية، واتهامهم بالعمالة وخيانة الوطن والكثير من التمثيليات على أن الجيش قمع المتظاهرين. هذه الطائفة الخائنة هم من كانوا يدعون ويطالبون بتدخل أممي في الجزائر. نعم فعلا كانوا يطالبوا بتدخل أممي في الجزائر، وأن لهم ذلك ومحال يكون ذلك، وبربي إن شاء الله ما يكونش ذلك. وكان كل مطلب أحزابهم العرقية الفاسدة الأفافاس والأرسيدي، وهي نفسها الطائفة التي حشدت كل قواتها لدخول الانتخابات من قنوات إعلامية وصفحات النفاق، وهي نفسها الطائفة التي تعارض الانتخابات الآن. هي نفسها. ألم أقول لكم أننا نسبقهم بسنوات ضوئية لأنهم يعتمدون على المخابرات الفرنسية؟ فعلا يعتمدون على المخابرات الفرنسية، كل شيء من عند فرنسا، من عند مهم فرنسا، وأن لا وطنية لهم. هادو ما همش وطنيين وعمرهم لا يكونوا وطنيين. هادو الوطن ديالهم هو فرنسا، وهم يعبدوا الدرهم والدينار والنساء، وأنهم عابد لفرنسا يفعلون ما يؤمرون وهم أذلة الصاغرين. وعندما قلت لكم أنهم كانوا يريدون إغراق الوطن في مستنقع دماء كما حدث في العشرية السوداء من أجل طمس آثار جرائمهم وبقاء الجزائر فرنسية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بارك الله فيكم الإخوة الكرام، وجزاكم الله خيرا، وتقبلوا مرور السلام عليكم.